طيب بعد ما اتاكدنا ان السيرفر بتاع الاورين داتابيز قام، هنروح على البوست مان. طبعا لما بقول سند كده بيطلع لي زي ما قلنا 404 نوت فاوند دايما، يبقى معناها ان اليو ار ال مكتوب غلط. نوت فاوند اليو ار ال غلط، تمام. ما نرجع نلاقي ان احنا كنا مظبطين العنوان اللي هو سلاش على انجليزي من غير سلاش بعدها. احنا عايزين نحط سلاش بعدها نحط، مش عايزين نحط سلاش بعدها ما نحطش يعني. فاحنا في الكود من غير سلاش، خلاص يبقى من غير سلاش بعدها. مروس اعمل سند، انا بس هخلي العرض جيسون. فزي ما شفنا اهو، لقينا ان الداتابيس بتاعتنا فيها تو دوكيومنتس او كلاستر بتاعنا، فريد وبرودكت مانجر اهو، وعندنا كمان محمد طه وموبايل ديفلوبر، تمام. و ده 3-1-2 وده 3-4-1 ده اليوزرز. طيب جميل جدا كده اهو، ان احنا جبت كل الداتا بقت كده، ده جاهز اللي قدامنا ده بالشكل ده كده، ان موبايل ابلكيشن يكلم اليو ار ال ده على جيت ويدي له الداتا دي ويتعامل هو بقى، او ويب ابلكيشن يجيب العنوان ده والداتا جات له ويتعامل هو، يعرضها في جدول يعملها في بتاع، مش قضيتي يعني. كده معناها ان احنا الباك اند بتاعتنا جاهزه لده، الباك اند بتاعتنا بقت جاهزه لاول عمليه نعملها، تمام، اللي هي جيت الداتا. طبعا في عمليات ثانيه اللي هي ايه اللي هي بقيه العمليات بتاعتنا، مش كله جيت، ومش يعني، وفي نفس الوقت في كمان جيت ثانيه كانت بجيت 1 امبلي، بس كنا لازم نبعت رقم الموظف هنا. طب احنا كنا بنبعتها لايام الدوس، كنا بنبعتها من انبوت، نبعتها من ايام الدوس من ايه بانبوت، وناخده من الدوس ونبعته. هنا المره دي مش هنبعته بانبوت، ده احنا لازم نبعته يا اما في البادي، تمام، يا في الهيدر، يا او او او, أو في اليو ار ال، او يعني المهم لازم يتبعت كويب عشان يوصلني النتيجه بتاعته كويب يعني. لو حبينا نعمل ده نقول بسم الله نعمل ده، هقول له ماشي. يعني احنا لو جينا اخذنا هنعمل فانكشن ثانيه، سيب جيت اول امبلويز دي وكله تمام. انا هعمل ايه تاني؟ هقول له هعمل اسينك فانكشن جديده، خلاص تف، واسميها جيت امبلوي 1 امبلوي طبعا، وطبعا بتاخد مني ريكوست. الريكوست ده بيتبعت من عندنا للسيرفر ده، اللي هو ايه بالنسبه لنا، لما البوست مان بيبعت حاجه، البوست مان كانش بيبعت حاجه، كان جيت كله كان بيجي لك كله خالص، المره دي لا، تمام، المره دي هيبعت حاجه فعلا، والفانكشن هنا هتقوم بعمليه ما لسه ما شرحناهاش. كان باس عدي الليله كده، بس هنكتبها ان شاء الله. لكن في الروتر احنا لازم نقعد روت، وبرده هو جيت كل حاجه، بس مش امبلوي، هو جيت على امبلوي بس مش امبلويز. يعني بقول له جيت امبلويز بيجيب لي كل جيت امبلوي واحد بيجيب لي موظف واحد، وهي الفانكشن هتران اسمها جيت امب، مش امبس ولا غيره، تمام، جيت امب واحد بس. بقى عندي تو روترز، الروتر الاولاني او تو روتس، الروت الاول على امبلويز والروت الثاني على امبلوي بس، وبيقول لي يلا جاهزين للشغل. قلت له ماشي. على العموم انا قلت له اسنكرونس ديف جيت امب، وعايزين نخليها تشغل تنادي على جيت امبلوي اللي هي بتجيب امبلوي 1 امبلوي. الفانكشن بتاع جيت 1 امبلوي دي لو رجعنا كده هنا اهو في الاصل الكلاس بتاعنا الاصلي، هنلاقي ان احنا كان عندنا جيت امبلوي تاخد بس من الامبلوي اي دي، وهي بتقوم بالموضوع بترد، يا ترد فولس يا ترد بالنتيجه. حلو جدا، ترد فولس يا ترد بالايه؟ بالنتيجه. قلت له ماشي الحال، انت عايز مني الامبلوي اي دي. طبعا عشان نبعت من الويب للباك اند بتاعتنا بنعدي ب مرحله، بنعدي بارسال البيانات فيها اكتر من شكل. هناخد شكل من الاشكال اللي هو ابسط شكل، اللي هو على اليو ار ال، اللي هو بيبعت لي على اليو ار ال الاسم رقم الموظف. فطبعا انا ممكن يحصل معايا مشاكل كتير، فانا هعمل تراي اكسبت عشان ممكن انا يحصل معايا مشاكل كتير ممكن تحصل، زي مثلا على سبيل المثال ان انا اليو ار ال ما يجيش، الداتا ما تجيش، تمام، او الداتابيز يحصل فيها اي حاجه. المهم انا عملت تراي كاتش او تراي اكسبت، اكسبت او اكسبت،
وهقول مثلا اول حاجه عندي الام اندرسكور اي دي اجيبه منين؟ هيتبعت لي فهقول له من ريكوست، لان طبعا هيتبعت لي يبقى جاي مع الريكوست اللي جاي، جاي مع الريكوست اللي جاي في حاجات كتير جدا بقى جاي مع الريكوست اللي جاي. من ضمن الحاجات اللي جاي مع الريكوست اللي جاي لي ان انا اقول له ريكوست دوت كويري، معناها ان هو جاي في اليو ار ال من فوق، تمام، حاجه اسمها امبلوي اندر سكور اي دي، يبقى جاي مع اليو ار ال من فوق، تمام. طيب كده لقطت من اليوزر الانبوت، ادي اول طريقه، ريكوست دوت كويري، ريكوست دوت ايه كويري، بس مش اكتر من كده. وهنادي على الفانكشن بتجيب لي بيانات الموظف، يعني الامبلوي بيساوي، هقول له روح على الاوبجكت اسمه امبلوي، وهقول له انا عايز اجيت، في عندي جيت امبلوي اهي اللي بتاخد الامبلوي اي دي، غير جيت امبلويز بتاخده كله، في جيت امبلوي، قال لي بس انت بعت الام باي دي، قلت له الام باي دي بقى جاهز اهو، جاي لي من اليو ار ال وكله تمام. المفروض دي بقت بيانات الموظف، الجسم بتاع بيانات الموظف المفروض كده بقت ايه؟ بقت موجوده معايا. بس قبل ما انا يعني هتكلم على او خلينا ببساطه، انا دلوقتي عايز ريسبونس، عايز ارد، فهريترن وايه؟ وهبعت الريسبونس بتاعي زي ما كنا بنعمل، يعني هو اقول له ريتيرن ويب دوت ريسبونس تكست، وعباره عن جيسون بس ابعت له نقطه الام. وعلى فكره انا ممكن كمان مع ان انا ابعت له الام، طبعا عارفين ان في حاجه اسمها الستيتس اللي هي بتيجي هنا دي، الستيتس 200 دي، لما بيكون الستيتس 200 معناها ان كل حاجه تمام والسيرفر رد بشكل سليم ومفيش عندي اي مشكله، ده نوع من انواع الستيتس. واحنا عارفين طبعا الستيتس 500 معناها سيرفر ايرور، الستيتس 400 معناها كذا، 201 معناها كرييتد، 202 يعني عندنا ايه؟ عندنا انواع الستيتس كودز كانت بتتبعت. احنا برضه ممكن نحدد الستيتس كودز اللي احنا بنكتب هنا كلمه ستيتس بتساوي واكتب رقم الستيتس مثلا 200، كده معناها بقى معناها ايه؟ ان الريسبونس هيبقى هبعت له بيانات الامبلي خلاص؟ وابعت له اقول له 200 معناها ان الدنيا تمام والبيانات جت بشكل سليم. طب في الاكسبشن بقى، لو حصل اكسبشن وحصل ايرور ما، خطا ما، طيب هقول له ايه مثلا؟ هعمل ريسبونس بتساوي وهكون الجيسون بتاعي، وليكن هقول مثلا الجيسون بتاعي هيبقى مكون من ستيتس، وهقول له فين؟ يعني الاستدعاء، يعني العمليه ما تمتش، تمام، العمليه فشلت، وممكن ابعت له كمان الريزون او الايرور، ادي الايرور، وقدام الايرور ممكن ابعت له مثلا ايه؟ الاي اللي هو الاكسبشن اللي حصل، اللي هو الايرور اللي جالي ده، بس عملته اس تي ار عشان يتبع بدون اي مشكله. فكده ده الجيسون بتاعي هيبقى فيه ستيتس فيل، تمام، والايرور، الايرور مسج المفروض بالكامل تبعت. وبعد كده ابعت الايه؟ ابعت الريسبونس بتاعي، لان لو ما بعتش الريسبونس يعني مفيش ريسبونس راح، مفيش رد فعلي، مفيش رد تم. فانا هنا قلت له خلاص هتبعت بقى الريسبونس، هتبعت فيه الريس، تمام، اللي هو اللي احنا عملناه ده. والستاتس بقى عندي بقى ستاتس كودز كتير، انا مش مرتبط بالستاتس كود بتاعت، يعني انا لو قلت كده انا عايز ابعت مثلا، في عندنا ستاتس كودز مثلا مش 400 مثلا، هقول له ستاتس كود تيبل، انا ما اعرفش قلتها لكم قبل كده ولا لا، بس هي حاجات ستاندرد انا مش بألفها من دماغي، تمام. ادي اهي على الريست اي بي اي على توتوريال بوينت مثلا، دي ولا ايه؟ ريست اي بي اي توتوريال، ماشي. وقال لي نوب بقى، خد بالك بقى ان عندك هنا في 100 دوت، في 200 دول جايب لك الحاجات المشهوره يعني، خلاص، في هنا حاجات كلاينت ايرور، في عندك مش مكتوب هنا، ماشي، هنا برضه جايب لك كلاينت ايرور بقى، دول كلهم جايب لك ده هنا ال 100، ايوه هنا، معلش هو ماشي بالعربي، هنا حاجات الانفورميشنال المعلومات، هنا حاجات الميتينات، تمام، الشهيره، هنا حاجات ال 300 اللي هي الريدايركشن الشهيره، وعندي الكلاينت ايرورز هنا برضه، الحاجات اللي هي الايه؟ الاخطاء اللي هي الشهيره بتاعت الكلاينت مش بتاعت السيرفر، زي مثلا 400 باد ريكوست مثلا، انت بعت طلب مش مظبوط، كان زي 401 الشهير مثلا، 404 اسف الشهير اللي هو نوت فاوند، زي 401 الشهير ان اثرايزد، مالكش حق توصل للمعلومات دي، كل دي اخطاء انت ممكن تستغل اي كود منهم، وانا مثلا استغل باد ريكوست مثلا وخلاص مثلا.
ما اعرفش ايه الايرور اصلا، بس المفروض ان انا يعني ابقى اكثر تحديدا، بس انا دلوقتي بعت بس كده ايه 400، ان في خطا 400، ان انت بعت حاجه غلط. قد يكون انا متخيل ان الخطا اللي هيحصل هيحصل بسبب ان انت بعت الامبليو اي دي غلط مثلا، متخيل كده. على العموم ماشي الحال، انا بس هعمل ريستارت للسيرفر عشان السيرفر ما بيحسش باللي احنا غيرناه، فانا هعمل ريستارت للسيرفر. بعد كده اروح على البوست مان هقول له والله احنا معانا يو ار ال جديد، هعمل نيو ريكوست جديد، اقول له جيت امبليت. و على العنوان ده بس ايه امبلي بس من غير امبليز. طبعا لما اجي اعمل سنت طبعا انا غلط، انا ما بعتش الامبلي اي دي صح ولا ايه؟ ما بعتش الامبلي اي دي، بس عملت سنت قال لي السيتس فيلد وقال لي الايرور، قال لي الايرور امبلي اي دي بس خلاص. وطبعا مطلع الايرور باد ريكوست، وده صح هو باد ريكوست على 400 وايه؟ على 400، معناها ان انا غلطت في ان انا ما بعتش الامبلي ايه الامبلي اي دي بتاعي، وبالتالي هو مش قادر يتفهم الامبلي، مش قادر يشتغل، مش شايف الحاجه اللي المفروض تبعت. تمام؟ طب لو عملت كده على السكان قلت له ام اندرسكور اي دي بتساوي مثلا 4 وحاجة، تمام، بعت الامبلي اي دي. اسف احنا مش محتاجين نبعت غير كده على طول مباشره، هو كبر لكم عشان تشوفوه اليو ار ال بتاعنا اهو، بعت له كده هو نفس العنوان تمام اللي هو 8080 ام بي، ومتعامل علامه استفهام كده معناها ان في كويري سترنج اسمه كويري سترنج، احنا بنسميه كويري سترنج وساعات بنسميه البارامز او الكويري، يعني كويري بارامز ماشي. قلت له ايه؟ عملت استفهام معناها ان هبعت لك، قلت له الكيو اي دي بتساوي 4. لو عايز اعمل حاجه ثانيه بقوم اعمل كده اند، دي الاند بتاعتنا هي امبرسند تمام، اند الاكس بتساوي 5 خلاص. فكده بعت، انا بعت للعنوان ده امبلي اي دي باربع وحايد وبعت له اكس ب5. طبعا لو في حاجه ثانيه لازم تبعت تبعت، ما فيش، مش محتاجين نبعت دول خلاص، بس انا حبيت اوريك الامبرسند. فالنتيجه اللي رجعت لي انا اقول له دي جيسون، طلعت انه جاب لي فريد صابر، فريد صابر هو الاربع وحايد. طب لو نفس العنوان وبعت له ثلاث وحايل اثنين قلت له سن، لاحظوا اللي حصل، قال لي جاب لي محمد طه صح، وده ثلاث وحايل اثنين وده موبايل ديفلوبر، يبقى كده كمان يبقى ان احنا نقدر نبعت حاجه على العنوان ده من السهل. طبعا لو انا جيت عملت كده مثلا اللي هو الاكس بيساوي 5 على العنوان اند واكس بتساوي 5 مفيش مشكله، لكن هو هناك ما استخدمناهاش، يعني هناك احنا ما استخدمناهاش بس ما استخدمناش اكس بكام، لكن البعت من ضمن الحاجات اللي موجوده في الريكوست. الريكوست بيتبعت حاجات كتير جدا، مش وقت ان احنا نشرحها بس، ان الريكوست حاجات كتير جدا من نوع السيرفر ونوع الاسس نوع الجهاز اللي بيتبعت ولو الاي دي بتاعه ولو شغال من كروم ولا من فايرفوكس، في حاجات كتير بتتبعت من ضمن الريكوست. هنا اهو رد عليا بالنتيجه اللي احنا شايفينها دي، وبكده احنا العمليه بتاعتنا شغاله تمام جدا ومفيش عندنا اي مشكله والحمد لله. طيب كويس جدا، يبقى خدنا هنا اهم حاجه نبعت من الريكوست في الريكوست. هل في حد ليه اي سؤال في الحته دي؟